السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع أسعار الريال السعودي وخمس عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. ارتفع أسعار ست عملات عربية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد مقارنة بتعاملات الخميس الماضي وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري. أما الأسعار العملات، سجل الدينار الكويتي 60 جنيه و77 للشراء بزيادة 18 قرش و63.19 قرش للبيع بزيادة 21 قرش. أما الريال السعودي سجل 5 جنيه و18 للشراء بزيادة قرش و5 جنيه و21 للبيع بزيادة قرشين. أما الدرهم الإماراتي 5 جنيه و31 للشراء 5 جنيه و33 للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع. أما الدينار البحريني سجل 50 جنيه 41 للشراء بزيادة 6 قروش 51 و91 للبيع بزيادة 9 قروش. الريال القطري سجل 5 جنيه للشراء بزيادة قرش و5 جنيه و38 للبيع بزيادة 4 قروش. أما الدينار الأردني سجل 27 جنيه و13 للشراء بزيادة 4 قروش و27 جنيه و64 للبيع بزيادة 8 قروش. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد.